Brakáš. Brakáš. يا اهلا وسهلا، مرحبا بكم في الرونديفو د لاسمين، مرحبا بكم كل نهار احد من 6 حتى ل 8 في براكاج 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 وما ادراك ما البراكاجات والتحريات والاتصالات في برنامج براكاج. اليوم باش نعمل لكم براكاج عالمي، ثم شخصيه فنيه كبيره برشا، ان بيرسوناج بوبليك كبير على الاخر على الاخر على الاخر على الاخر، موزيكجي فريمون طياره، يعتبر من اكبر الموزيكجيه في تونس ومن اكبر الفنانين والاكبر الناس اللي عندهم معناها باع وذراع وعندهم ما يقولوا. معايا صديقتي هاجر يعطيها الصحه، هي اللي عملت لي العمليه، نسيه ديما مسلكينا سمير العقربي اون ديريكت قدام الصالون، اما بركيتو هنا على التراتوار وهو مشي. شنو تعمل هنا ساعه؟ شنو تعمل؟ شنو تعمل في سوسه ساعه؟ في الحصيله ساعه، حاصل ساعه نعمل توا اللي في الكاريما يعني وبييج بغي وبييج، ولكن ان جوليسيم بييج جو لو تروف. Salut public Jawhar FM, salut bien sûr Ouled Sousa. بالنسبة لي أنا سوسة عشرة، عشرة كبيرة عشرة طويلة، ديما في سوسة ديما. عاشق سوسة، أنت عاشق يا مولاتي وسوسة الكل كل. سوسة المحروسة. باش نعطيك سؤالات. شنو نقول أنا؟ راني ياسر ديسكري في سوسة هكا، وضحتوني والله والله وضحتوني. اسمعني قول لي أنا ولا مش أنا تو سامبلومون. سي موا ولا سي با موا؟ طلع قولي كده. قولي. نشرب الجازوز مع الماكلة وما يتقطعش. ما يتقطعش نو نو. مش أنت. لا بافا وي انو وي جازوز الاخر ولا جازوز العادي؟ لا فما ديما بافا، ديما فما جازوز، ديما فما جازوز، ديما فما جازوز، تي جازوز. نلبس كيما برشا ناس سبور نهار لحد ونعمل بوتي ديجا الصباح. لا لا نلبس لباس يلزم يتكلف رخيص باش اللي يحبوا يقلدوني نتكلف عليهم رخيص. نحل الفريجيدير ونقعد سارح مانيش عارف شنو نحب نهزو. علاش حليت الفريجيدير؟ لكن حليت الفريجيدير باش نهز ماء ولا باش نهز جبن ولا باش نهز حاجه يعني كيل كوكا يعني ولا كيل ماء ولا حفره. سينو هكا وجبن جبن. الدريسينغ نتاعو منظم على الاخر، الالوان وحدهم والابيض وحدهم، ويحط ديما الكلاس بجنب الصبارت باش كيقوم الصباح يلقاهم حاضرين. على الاخر على الاخر على الاخر على الاخر مش انا. يرقد كي يبدا يتفرج على التلفزه؟ طبعا بيان سور بيان سور، خاصه كي تبدا ماتش مهم فينال كوب دو موند ولا ماتش نستنى فيه نحضر في روحي نحضر في روحي، هو يبدا وانا نرقد. نتفرج في التوانسه الكل على حريم السلطان؟ ابدا. هاي؟ لا. نقول لمرتي قاعد نقرا في البوند الحمراء نتاع الاخبار، كي تشدني متلبس نكحل على ممثله مزيانه في التلفزه. لا 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 كي نبدا نكحل نقول نكحل. كي نبدا حاجه خاطر المساله هذه انا تتبع اختصاصي. انا اختصاصي اختصاصي فن. اختصاصك تكحيل معناها؟ نو اختصاصي مو الفن والتلفزه والمسائل هذه، دونك اني نثبت مليح في الجمال في جمال الاشياء يعني حتى كاش احيانا من القبح تنجم تصنع جمال يعني كي بدا ثم اختلاف ملام. مش انا اللي تحكي عليه. مش انت. نقعد ربع ساعه والا حتى ساعه واحده قبل العروض باش نركز وما نحب حتى حد يحكي معايا. لا 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 انا قبل العروض انا مانيش هذاك، يمكن المغنيين اللي يخدموا معايا والناس الممثلين اللي يخدموا معايا، ما انا نبدا في الحرب. لا لا فماش العرض يبدا، العرض نتاعي تلقاها بدا قبل بثلاث ايام، انا العرض يبدا عندي عرض تلقاه راه ديجا بدا عنده ثلاث ايام، يعني اللي تشاف الركح هذاك يتقاسموه الناس الكل هذيك شوية من العرض اللي أنا عايشه، أما كي يكمل نروح للدار نروح إنسان آخر نروح كم لوك يومان يعني. تليفونه ديما طايح من شارج وكي ناحي الشارجور يحطه في البريز. أكيك أكيك كي توصل الكل معناها ناحي الشارجور. سي فري سي فري سي فري. قلبه تاب كي كان صغير بماكلة الكسكروت بالتاي والسكر. تي وسكر؟ نو. عمرك ما كليت كسكروت بالتي والسكر؟ نو. ما انا ماكش توصي. نو. ما يعدي الكسكسي كان بالزيتون والفاريانت، وما يحلى كان كي يبدا فرفل الفلفل بر العبيد والرايد.
لا مش بالضروره، فستقي بالخضره شويه البن ولا رايبه وحاجه خارقة حاجه خاصه الكسكسي تاع كومبلي قصوا عليه الضوء الى الماكي توانسه الكل على خاطر ما خلصهمش برشا مرات تنساهم الفواتر ولا نحب ننساهم زاد ساعات 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 نحب ننساهم ساعات ما نجم كان ننساهم كيف يوقفوا البوليس يقولوا راني مزروبة عندي شكون في السبيطار ولا تو سامبلومون يقولوا راني سمير العقربي لا لا نقولوا اخدم خدمتك عادة يخدم خدمته هو يسيبني وكذا ويعرف ils sont gentils الامن كمان مع لي بيرسوناج بيبليك جو لو دي بيان سي فري حتى حد ما ينجم ينكر الحقيقة نقولوا الحقيقة معنا حتى حد ما ينجم ينكر ولاد الامن نتاعنا في تونس متطورة وزارة الداخلية عندنا متطورة راهو يعني هيك تشوف يعني حتى كي صارت عندنا ثورة وصارت كونفرونتاسيون كبيرة ما بيناتنا احنا وياهم ما تقاتلناش بدرجة يعني لديغا كانوا معقولين ماهيش حاجة مخطرة اخر سؤال مؤهل باش يكون وزير الثقافة شكون؟ انت نعم مؤهل باش نكون وزير الثقافة انا ولا مش انا؟ لا مستحيل نو لا مستحيل ولو انه كان كما لاحظت في الحكومه الاخرانيه نتاع سيد مهدي جمعه ثلاثه اسماء اللي وقع تزكيتها بكونسنسوس جنرال الناس الكل كانت مزكيتها وزاره الثقافه كانوا ثلاثه موسيقيين سونيا مبارك ومحمد زين العابدين ومراد صقلي دونك وفي الاخر وقع الاختيار على مراد صقلي ولكن الثلاثه اللي وقع تزكيتهم من طرف الناس الكل ثلاثه من ميدان الموسيقى. اش قولك في المجهود النسائي كي تكتلوا معناها على رجل؟ المراه التونسيه معناتها اش عندنا ما نقولوا في المراه التونسيه اش نجم بنادم يقول مشهوره عالميا مشهوره بالافيكاسيتي نتاعها. واليوم المرأة التونسية فرضت على المجلس التأسيسي مش كل المرأة هي يعني النشطاء السياسيين نشطاء اليسار الكل هما اليوم اللي فرضوا على المجلس التأسيسي في الدستور مكاسب جديدة المرأة مكاسب مهمة جدا فرضوها وأصدقائنا السياسي اليسار كي نحكي مع سمير العقربي الارتيست فنان معناها الرجل الفوندو في الصورة معناها على مستوى الكلمة ولا اللحن ولا الانتربريتاسيون كيفاش تراها ليماج دو لا فام اليوم في 2014 انت حكيت على معناتها عملت بلياج هيستوريك قلت هذوما الكل تونس اليوم لا فام مودرن اللي في تونس كيفاش تراها ميتيساج ان تو تصويرة جديدة une continuité كيفاش تراها سمير انت en tant qu'artiste انا نغزو المراه التونسيه كيما pardon كيما نغزو الراجل التونسي راه ما عنديش ديفيرينس فيهم معناتها تحب تمشي الموضوع الرغبه والموضوع للمساله للعلاقه الجنسية أو للطبيعة الحيوانية عند البشر لا يظهر لي احنا تطورنا من ناحية هذه متطورين أكثر من عديد الشعوب حتى الغربية يعني وكان تعرف أنه المرأة في بلغاريا يلاوم الناس هذا كي واحد يمشي يخطب واحدة عندي صديق يبقوا بلغارية هو اللي يحكي لي اخويا دبر راسه في قال الكلام اللي قالوا زوجها وقتها قال لي كي تخطب واحده تلم سرها وتروح معك للدار تمشي انت وامك وعمتك والكل تخطبوها تلم السر نتاعها عجبتهم الاولاد على فكره الاسيستون معايا انا عجبتهم برشا الحكايه سي طارق وسي محمود قالوا هي ياسر فماشي بلغاريه في الحكايه هاو كيفاش عاد خلي كمل لك كيفاش السروين كم صرها وتروح معك للدار تمشي ستاج يدوم ثلاثة شهور يتجدوا
ينجموا يجدوا. علاش استاج؟ كان ديكراش ولينا. علاش علاش استاج؟ باش تتعلم هي كل شيء، تتعلم من من ام زوجها القادم كل شيء، يعني وين تحط له كما كنت تحكي انت قبيله الكلاس نتاعو، وين تحط له القبقاب، وشو الشباك اللي تحلوا له الصباح والشباك اللي تحلوا له العشيه، وقتاش القهوه بالضبط، وقتاش كيس تي، كل الامور هذيك تحفظهم الكل بالقديه بالقديه. وزيد باش نعرفوا انه انها يا لندرا المراه هذه منجبه والا لا. اذا ثم بعد 3 أشهر بوادر انجاب نعلوا الزواج، اذا ما ثمش بوادر انجاب نجدوا 3 أشهر اخرين استاج، واذا ما ثمش بوادر انجاب الكل الكل نعملوا لها الروتور على انفويور. لا لا جينا في تونس راهو البنات كل رفيزير وكل روتور، راهي بنات تونس كل تلعب في الروتور. لو جيني توا سمير العنقربي وين موجود؟ بالحق معناها سنين توا الالحان هذه اللي دخلت في برشا الحان، راهو سمير العقربي بقات في الذاكره الموسيقيه التونسيه. انا بارتيان بلو سمير العقربي، ما انديبوندامون من مولاتي معناها بخلاف تيتر هذايا. جيني في الحاجات اللي تخدمهم وين؟ اسكو ما نتصورش انا في النص اللي تكتب سور مزور سمير العقربي هذه حاجه مستحيله، ما نعرفش وين بالضبط في الليدي، في اللحن، في النوتة، في طريقة العزف، في الإحساس. فيش سمير كلمة واحدة؟ الصبر. كل يعني مثلا السلاح الوحيد في الحكاية دي يمكن انت تسميتها جيني وكذا، انا ما نوافقكش، ما نحبش نكون متواضعة، هات نتجاوزوا المسألة هذه. أما أنا خدمتي تعتمد على الصبر، يعني ما عمري ما كنت مزروب باش نص نخرجه توا، لا، نص يقعد عندي سنين عديدة، يفوت 10 سنين نخدم على البحارة. أنا اليوم توا من عام 90 عنده توا 24 سنة البحارة، والتوا ما زلت ما خرجتوش، وحتى فما نصوص اخرى اقدم البحاره التوا مازلت ما قدمتهاش، يعني كامله وملحنه وكل شيء. ما يقعد ديما كالهاجس نتاع الشك، ديما تبدا تفركس وين هو الديفو، وين هو الديفو. نهار اللي تخلط تسكر النص نتاعك تصح وتقول خلاص ها هي لوفر لواسي فيني تو سيني، تتلفت ما عادش يهمني، دور وجهي الغادي وما عادش يهمني فيها الغنية هذيك، من فوا صححتها ما عادش يهمني فيها حد شيء، يغنيها زعيط ولا بعيط ولا نقز الحيط، يغنيوا فيها يغنيوها كجماعة اللي بداوا ينشوا اللي بداوا اللي ما عندهم الصبر. يعني توا أنا مشكلتي معاهم، أنا كي نعمل موسيقى نعمل فيها للناس الكل، نعمل فيها للشعب نتاعي، أنا نحب البلاد هذيا ونحب الشعب نتاعي على الأخر على الأخر. وما وعندي سنين طويله ما سافرتش ومانيش ناوي نسافر، وما نحبش نخدم شعوب اخرى، ما نحبش نخدم سوق اخرى، وما نحبش نكبر، وما نحبش نمشي للعالميه، ما نحبش نمشي لل معناتها الاوسع من تونس. انا كفيني يعني الاخر تكفيني تونس، تي انا جربه تكفيني، تي جربه. نسمع من بكري في اغنيه امينه فحت فحت الاغنيه ميمونه الخشينه. نسمع في اغنيه سلطان حبك اللي هي واحده من احسن الحان سمير العقربي ومن احسن الاغنيات اللي يحبوهم التوانسه بيان اونتوندو. الاغنيه هذه فاجأني انا سمير العقربي، قال لي ماني كنتش موافق انه امينه تغنيها الاغنيه هذي، وقال لي كنت نشوف دي بيرسوناج اخرين كانوا نجموا يغنيوا الاغنيه هذي. اعطيني شويه تعليق، اعطي للناس تعليق اللي كنت تحكي لي فيه. مش هكا قلت لك، هكا بالضبط بالضبط قلت معناها الملخص هذي. التفاصيل اخطر اللي قلتها يمكن اكثر من اما قلت وانا قلت انه ما كنتش موافق سافري باش تغني امينه، خاطر وقتها حبيتها تغني لي اغنيه شرقيه،
حبيت نعطيها أغنية شرطيك لأنها كانت نجم تعطيني بالقديه بالقديه في اللي كتغني شرط يمينها اكسترودينار يعني كتغني شرطي لأنها أغنية سلطان حبك أغنية الريتم متاعها ماروكا ويمشي أركلان يمشي يخطف قوته من الطافابل وأمينة في الذهنية الغنائية متاعها ما يشي متعود على الديناميكية اللي تمشي بالخلاف تمشي أركلان مالا أنا كنت متخوف منها أنها قلت لها رأي صعيب عليك أنا باش تعطلك كذي من بعد حتى كي جيت غنيها على الركح تعطلك كي بتجي وهذا صاير اليوم طوى اليوم أمينة كل مرة وينجي باش تغني سلطان حبك على الركح يعني اللايف دي ما تلقى فيها إشكالية دوما يا بنتي أمينة فاخت هذه الدفء اللي موجود في صوتها ما ربي ما يعطيه شي كل عام ما يوجدوش كل عام ربي سبحانه ولو أنه قادر على كل شيء ما الشيء اللي حطه في صوت أمينة ما يعطيش ديما ديما راهو يعني أي شيء تقوله أمينة راهو يخرج بنين تأكدي يا غنات بالقفص يخرج بنين غنات بالرومي يخرج بنين غنات بالمروكي يخرج باللي تحبيه تغني أمينة راهو ديما يخرج بنين في صوتها ديما عندها روح خاصة بها أمينة يعني كيني جنسية هي وحدها شعب أمينة دونك الفن متاعنا هو في نهاية المطاف المنطير فري أن تكذب بصدق كي باش تحب تكذب بصدق تختار شكون اللي باش يكذب لك الكذبة متاعك شكون باش يكون أصدق اللي كيد في المسألة هذه أنا اللي كيدني برشا من حسن ولا من فيصل ولا من غيرهم اللي قاعدين يغني في مولاتي ولا في أي شيء آخر أكيدي منهم ما عندهمش الصبر باش حتى يسمعوا يبدأنا نصبر عوام باش نخرج غناية وانتي تحب تنتشها تحب تهزها تهرب بيها يعني تعربها يعني عرب الشيء هي أخذه وأخفاه بقصد السرقة يعني تريد أن تعربها إيه على الأقل أصبر شوية فهمها أحفظها على الأقل أحفظها أصبر شوية أسمعها 15 مرة 20 مرة أحفظها مليح ومن بعد برا غنيها أما أنك تغني للعباد شيء ماكش متمكن منه كيفاش باش يصدقوك تحكي لهم في حكاية انت بيدك ماكش فاهمها كيفاش تحب الناس يصدقوك فيها ويظهر لي سمير العقربي بصراحه كيعجبك الفوندو عملت اكسبلوا اليوم نحسك ما يعجبك حد تحس فما عندك شويه نارسيسيزم سمير العقربي ما يعجبك حتى حد ما يعجبك حتى زود ما يعجبك حتى ملحن ما يعجبك حتى حد يغني ما يعجبك حتى حد يقدم سمير امان قولي حاجه بيه على الاقل قول فما واحد يعرف يعمل حاجه معناها هذا اسمه بركاج بالحق المرة هذه انت يعني اعطيتني سؤالات هكا حقيقيين هكا سؤالات ما يعجبك حد الحقيقة سؤالات متاع بركاج شوف شو معناتها ما يعجبني حد يا اخي شو معناتها بنادم يقوم يكذب على روحه يزمو يكذب على نفسه يزمو يستسيغ الاشياء كما يقولوا له أو يستصيغهم حسب ما يقولوا مخه وحسب ما عنده باكراوند وحسب تكوينه وحسب ما منطق الحق والباطل إذا شيء باطل باطل إذا شيء غلط غلط المفعول به ما يجي كان منصوب ما يجيش حاجة أخرى سيفو أسيس 36 ما يجيش 35 ما سميش يعني شنو يعني جيب لي 35 ونقول لك يا بايدة هاي نشري عليك ما نشريش عليك سيفو أسيس 36 الله غالب وترما ما نشريش عليك فهمتني ولا ما لما ماجوريتي الأصوات الكلها معناتها ما هيش الأصوات الكل ناقصة سمير وإلا سي لو سوسي دو لا بيرفيكسيون اللي عندك انت زايد عن حد معناها
انا ما قلتش الاصوات الكل ما هيش باهي، كنت نشكر لك في صوت امينه هكا. لا هي كان امينه، انت الوحيده اللي شكرتها هي امينه وتعامل. هني شكرت لك احسن دامني، هني قلت لك مغني هايل، اما قلت لك ما عندوش الصبر باش يحفظ، ما ينجمش يقدم شيء ناقص غلوه، تقدم حاجه ناقصه غلوه للتوانسه يفتنوا بيك. فماش حاجات تسمعهم tout au long de معناتها دي كارير اللي قاعدين الفيلم معناها اليوم، فماش حاجه عجبت سمير العقربي، فماش حاجه قلت بنينه حلوه هذه؟ اليوم قاعد نتبع في عندي مده نتبع في اسمه اللي معاه كالفون حمزاوي، امين حمزاوي، عندي مده نتبع فيه توا من 2010 وانا نتابع فيه. يمكن ثم هذا امين حمزاوي هو اللي عنده مستقبل ان شاء الله، عنده مستقبل هاي خلاف. هو زاد فما واحد من الملحنين زاد اسمه امين القدسي، تري تري انتريسون امين القدسي، لو كان يلقى حقيقه تشجيع باهي ويلقى سوق وراه قويه ويلقى اعلاميين خدومين ويأمنوا بالمشاريع متاع الثقافة، زادة كيف توا يوصل بعيد. هذا خلاف مثلا اللي أكبر شوية من هذو مزوز، ثم الوليد نيجي هذاك نوف المانع، وبيدو زادة عنده ألحان هايلة وعنده رؤية للموسيقى فيها برشا تجديد وفيها برشا واضحة في راسه، وزاد فما شجاعة. أما هو فما زاد يوسف الشوالي الأكورديونيست، أكبر شوية من نوفل، يوسف أقل مني أنا وأكبر من نوفل، زاد كيف يوسف زاد عنده جرأة كبيرة. ما انت غنيتك صعيب برشا تحضرنا في الجمهوريه الثانيه بصراحه، ظلي في الجمهوريه الخامسه ولا السادسه باش تعاود تخرج لنا حاجه لسمير العقربي. تمشي حكومه وتيجي حكومه وروح يا دنيا ولف يا دنيا ولف بينا يا دنيا، عمال متقينا اغنيه. هذا عكس اللي كان يقول فيه قبل الصغير ولد احمد، كان قبل الصغير ولد احمد يقول معدل العمر التونسي رئيس ونص، انت اليوم قلت معدل عمر الغناية يعني ست حكومات. لا يفو كونتي، ما نحكيوش على البروفيزوار، معناها ست حكومات بالمندا اوفيسيال نتاعهم خمس سنين، معناها يفو كونتي موا 20 ans اخرين 15 ans 10 ans اخرين. عندي تعرف غنية البحارة هذه اللي حكيت عليها انت، والله العظيم ممكن عندي خمس سنين في انترفيو التالي سمعتك تحكي عليها، عرفت كي تمت تذكرتني قلت يا توما كملت صار الغناية هذه بتاع سمير العقربي. أنه كان نقعد نقرأ لك في البحارة، البحارة قريتها برك، وانتي تقرأ فيها تاخذ ساعة ربع، وانتي تقرأ فيه النص، تقرأ في النص مسترسل ياخذ ساعة ربع. تحب نقرأ لك منه شوية؟ أعطيني شوية. هو نص للنوري بوزيد، قول يا بحارة يا بحارة يا أولاد الليل، يا مهندسين القمر جيل بعد جيل، يا مغنيين للموجة الموجة تجاوبكم، عالسكرة تضربكم تبوسكم تسلبكم، ترميكم على الفجر كي غناكم يغلبكم، قلعاتكم عطشانة والبحر في الفم، صغاركم سقعانة على صوتكم تتلم، ترجعوا فنانة ناصبين على الهم نو وإلا بانا، ديما لابسين موجة على الحم، سقيكم عينيكم يديكم أذناب للبحر تعم، ما بقى كان الشوك يخبش في إنساكم، عظمكم رطاب ولا مازال صم، يديكم شقوق فرخ فيها الحوت متملحين من ماكم، على الحم إنساكم يفقص الحوت، صغاركم ترقد تعشش في الطيور تكبر ضحكتهم مع ضحكة البحر، الصيف على شتاء لحمكم صنادق، ورب الفلايك الفاتق الناطق شاريكم للحوت ولا واحد عاتق،
اشوكل الشمس من لون جلدتكم نساكم اللي تطلق والبحر يولدكم يقتلكم ويموت من الوحش ويناديكم لين يحن الحوت بقشور ويغطيكم ترسي على المرسى شوارع وزنوك صغارك بالفرحة عيونهم تدق تحكي لك خراف لين قلبك يرق قلبك الخفاف هوني كي تلاحظ انه النص مكتوب بديالكت الصفاقسي دونك تحكي لك خراف لين قلبك يرق قلبك الخفاف يلوموه اذا طف قلبك المخطاف يلوموه اذا غرق جيك البلدان قبابتهم تلق تغزر حوتك يغزر لك ويرف تبدا دنيا تدور وما تجيك في كف وعيالك بجوع في الحوت المقطوع يستناو بالصف ترشق المخطاف في قلب التبرنة تجبد القلاع على ظهر الكلام تلوج على الجنة وتسكر عوام غيار من الجوهر كيسقي الوجاع قلبك مش حجر وتحب تسكن القاع انت ربية موجة كشاكشك قلاع هذايا الفصل الاول من الحركه الاولى من البروميير موفمون سي ان تيكست ا كاتر موفمون وهذا لاكت 1 من البروميير موفمون بروميير موفمون ديجا فيه 3 اكت اللي كنت نقرا لك فيه هو لاكت 1 دو بروميير موفمون كيفاش تجم تخرج لنا الحال العمل الفني هذا يا ربي ان شاء الله ان شاء الله نكمل ان شاء الله نكمل ونخرجوا كما انا شيء وكما نور زاده حتى هو يتمنى باش نخرجوا العمل هذايا في احسن حله ممكنه يعني اذا ما قدرتش عليها تنخليه للتلاميذ يخرجوه هما يعني فما حتى مشكل 2014 نجمو نسمعوه نص ولا صعيب لا 2014 لا 2014 سنه عندنا نحضر في هذه سكوب 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 ان فري سكوب باش نعملو السنة في جوان باش نقدم عرض جديد اسمه النوبة ناو لا نوبة ما ناو معناتها النوبة ناو النوبة الآن دونك نقدمو في شهر جوان إن شاء الله النوبة ناو باش يكون عرض ضخم يحكي لنا على تونسنا اليوم والفضاء السمعي متاعنا اليوم وطريقتنا اليوم في الفرحة يعني اليوم التوانسة كيفاش نفرحوا احنا وكيفاش نحزنوا زادا وكيفاش كيفاش ولينا نعبروا بطريقة شعبية كما التصور متاعه بعيد على الجو النوبة الأولى اللي عملتها وجو الحضرة اللي عملته جو شنو هما ديما توانسة ولكن طبعا مش باش يعرضونا هذوك معرف الجريد ما نشوف القاوة عرف الجريد وإلا مراقم وإلا يعني هكا الديكور ذاك القديم القراءة الاستيتيكية القديمة يعني الجمالية اللي صارت في النوبة قبل مش في القاوة المرة هذه احنا ما بيننا وما بين النوبة القديمة اليوم 23 سنة يعني ربع قرن وثورة عظيمة ثورة شعب تونس العظيم اخترت ملامح الشخصيات اللي باش تكون حاضرة ثم تجم تعطيني بعض الأسامي ثم مهرجان كارتاج السنة اللي طمعين احنا صحفيين راه لا النوبة قبل مهرجان كارتاج يكون تقديمها قبل مهرجان كارتاج خارج إطار مهرجان كارتاج أو يمكن صلب إطار مهرجان كارتاج أما خارج الدورة وخارج الفضاء بتاع كارتاج لا في فضاء آخر ويظهر لي خارج دورة كارتاج اللهم إذا الدورة الخمسين لمهرجان كارتاج تكبر قلبها وتحب تتبعنا احنا عمرنا من روز وعبد كبر قلبه وتبعنا أبدا للحاضر الكونتوني النص المضمون الأسامي اللي بيشارك إن شاء الله عطيني شكون من الأسامي اللي رضيت عليهم سمير العاقل باش يخدموا معاك معناها توضعت سيادتك ورضيت عليهم معناها لا مانيش فناتيك مانيش متفاهم لا عاد شوش عطيت كان سكوب يعني اللي معناتها عمل حاجة كملها اللي عمل مزيان كملها ايوه واللي كرشو كبير الله غالب عنده ديما خيبة الطبع ما نعرفش على 6 فوا 6 معناها ديما هذايا تستشهد بها خاطر قالها المسعدي قبلي انا قعدت عندي دونك ماهيش ملكي هذه ملك محمود المسعدي وعجبتني وقعدت ديما عندي
في بالك الميسيون فات وتعدى الوقت معك فيسع سمير العقربي؟ يفضلك يا ريما، انا بيدي هاو ما ندمتش كي كركرتني هاجر هاو ما عملتش، مانيش نادم على الحصيله اللي عملتها لي بالكل 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 حقيقه. كان كنت سعيد باللقاء هذا. ميرسي بوكو. متفاعل الببليك نتاع جوهره وببليك سمير العقربي. ميرسي بوكو جوهره. قداش نقول ميرسي لاصحابي نتاع سوسه، صحابي نتاع سوسه قد ما نقول لهم ميرسي ما نخلص. وان شاء الله تونس لاباس، وان شاء الله ديما المناضلين نتاعنا ديما يشرفونا كما شرفونا في المده الاخرانيه في الحوار الوطني، وكسروا شوكة التسلط العقيم، وإن شاء الله مستقبل تونس هايل، وإن شاء الله نقدوا النبناء في جوان ونتمتعوا بها. نوعدكم نعملوا متعة كبيرة إن شاء الله إذا تحققت المسألة. عندك دات فيكس في جوان للعرض ذا؟ في آخر جوان، في النصف الثاني من شهر جوان بعد الامتحانات البكالوريا الأولى. معناها ما عرفتك بالفاسيليتي عطاه لي سكوب، عرفت قتلني الموت البطيء. لا بعد البكالوريا نبداو عملنا تودر يوسيد كبير في البكالوريا، وندخلوا نحتفلوا بالنوبه هكاو، ويقعدوا ولاد الكونترول ما يسالش يسهروا معنا شويه. انا توا نجم نضمن قدام الناس اللي يسمعوا فيك دي مليون دوديتور انه انا عندي حق سكوب، معناها باش نكون الاولين اللي غطيوا العرض هذا. وحقيقة متاع ربي هذه أول مرة نحكي عن الموضوع هذا السنة. أنا حكيت عليه كنت قبل في 2010، كنت نحضر فيه 2011 يعني كنت. بلي أنا عندي سؤال سامحني قصيت عليك، اللي باش نفذوا هذا قداش قعدك من عام تحضر فيه؟ وقتاش بدات الفكرة بتاعه؟ 2010. لا سلكناها في أربع سنين. سامري. لا ما هو كي جات الثورة العظيمة. دونك تعطل المشروع، وكي تعطل المشروع زاد كبر وزاد ولا يعني راسه اعلى ان شاء الله ويكون انجح باذن الله. شكرا للناس كل اللي سمعونا، تعلمت حاجه مهمه برشا اليوم في كاريري ان فيت ان طونك جورناليست، تعلمت حاجه اخرى ان طونك بيرسون، الصبر ثم الصبر ثم الصبر. من عند سمير العقربي. Cash.